اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الكروشيه. اليوم نتعلم نعمل مثل هاي الغرزه الحلوه، غرزه الشراشيب او غرزه الفرو. البدايه من سلسله على حسب الطول اللي انتم بدكم تعملوا. انا هون بلشت 40 غرزه، ممكن هاي تصير بند للشعر او ممكن نطويها بالنص وتصير تنوره او جيبه للعبه. انتو بنفس الطريقة ممكن تعملوا اي شيء انتو بتحبوه، ممكن شنط، ممكن وسائد او مخدات، اي شيء بتصير معكم هاي النقشة الحلوة. بس المشكلة اللي فيها انه بتاخد وقت بالشغل. البداية من سلسلة على حسب الطول اللي انتو بتكون اياه، وهي النقشة بتنشغل على دور القفا او المقلوب. نشتغل سلسلة، واحد اثنين. فوق السلسلة بنعمل غرز حشو او مكنوزة بكل فتحة من السلسلة او كل عين نعمل فيها غرزة حشو. بنكمل لاخر السطر. لشغل غرزة الفرو أو الشراشيب بنبدأ. شغلت أول غرزة، بندخل السنارة من فوق اللفة وبنرجع لخلف، ناخد خيط ونطلع غرزة من الغرزة السابقة، بنرجع بناخد لفة من الخيط الأساسي ونشتغلون كأنهم غرزة واحدة. شفتوا هلأ طلعت الغرزة من خلف الشغل. نرجع منكرر، مندخل بالغرزة، نطلع من فوق الخيط للخلف، ناخد غرزة ومنخليها على السنارة، نرجع بناخد غرزة تانية من الخيط او لفة تانية، بنشتغل هدول الاثنين كأنهم وحدة. هلا صرنا عاملين اثنين. بنكفي بهالطريقة لآخر السطر. طبعا بدنا نحافظ دايما انه يكون كل هدول الشراشيب او الفروات بنفس الطول تقريبا. بنشتغل هدول الاثنين، صرنا عاملين ثلاثة. هلا انا بدي اكفي لكم الشغل على لون الزهر. نطلع بغرزة، مندخل باول فتحة بالشغل، نطلع من فوق الخيط بناخد غرزة، والتاني من تحت، واللفة التانية بناخدها من تحت الخيط، بنشتغلهم كأنهم غرزة واحدة. بنقيم اللفة من الإصبع تبعنا، منعيد هون. مثل ما قلت لكم هي بتاخد وقت، مشكلتها بتاخد وقت بالشغل، بس حلوة على تياب البوبيات. هلا نحن ممكن دغري نشتغل الغرزة من دون ما نعملها اللفة الثانية، بس ممكن ما تطلع قوية وتتحرك وقت الاستعمال، ممكن ترخي يعني ممكن هيك ونشدها نسحبها دغري. بس يفضل انه نعمل لها غرزة تانية، بتضل امتن بالاستعمال. من فوق الشغل
بنعيدها من الأول، بندخل السنارة من فوق الشغل، بنطلع الغرزة، نرجع بناخد خيط من الخلف بنشتغلهم هن الاثنين، بنكرر لآخر مرة، بنطلعه من الإصبع من فوق الشغل، طلع غرزة، رح كمل أنا هدول اللي هلأ اشتغلتهم، بكمل لآخر السطر وارجع لكم. بدي ورجيكم وين صرت شغلت هلأ هذا السطر. نكمل آخر غرز، نشتغل غرزة ومن فوقها ناخد لفة، نعمل غرزة ومن الخلف نرجع بناخد لفة، منترك من الإصبع اللفة اللي كنا عاملينها، غرزة من فوق الشغل ناخد غرزة، نرجع بناخد لفة. متى ما حفظتوا الطريقة بصيروا فيكم تعجلوا شوي بالشغل. طبعا المحترفة تقدر تعملها بكل سهولة، بس المبتدئة بدها تركز فيها شوي. رح كمل آخر غرزتين وأرجع لكم. آخر وحدة بالسطر كمان بنشتغل بنفس الطريقة، ناخد لفة من الخلف نشتغلهم هن الاثنين كأنهم غرزة واحدة، بنطلع بغرزة. هلأ هون هذا السطر بدنا نشتغله كله غرز حشو أو مكنوزة. طبعا هون على السريع ممكن هذا الدور يخلص، ما بياخد وقت. رح كمل وارجع لكم. هلا هذا شكله النهائي لهي الغرزة تبع الشراشيب او الفرو، وهذا الخلف تبعها. هلا انتم ممكن بنصحكم انه حتى لو بكون تتدربوا على اي شيء ممكن تعملوا منه، مثلا مثل ما انا هلا عملت، تبلشوا مثلا من فوق ال 25 غرزة حتى تستفادوا من القطع اللي انتم عم تعملوها. هلا انا رح استفاد من هي، رح اعملها بند. البند سهل، يعني بحط مطيطة من اخر الشغل بخيطها وبخيطة من الاول، بتحط البنوتة بشعرة بكون كتير مبسوطة. بس هلا اذا عندكم مثلا لعبة مثل هي او اكبر من هي، فانتم ممكن هي القطعة كمان تستفيدوا منها، انه بتخيطوا كمان للعبة تنورة او جيبة، حتى البنوتات اللي عندكم بالبيت بينبسطوا انه بيشلحوا اللعبة الثياب اللي بيكونوا عليها وبيلبسوها شغلات حلوة من شغل الماما. هلا رح نشوف كيف بدنا نعملها تنورة بطريقة كتير كتير سهلة. هلا نحن ممكن بالدور اللي اشتغلناه هاد انه نشغل كل غرزتين مع بعض، فالشغل لحاله رح يزم. بس في طريقة كمان مشان لنفرض انه هي كانت بند للشعر وحبيتوا تغيروا الموديل، فصعب انه تكروا الشغل لانه هذا الخيط فيه مثل ما لكم شايفين لمعة، فانتو بتعبوا الخيط بتخلوه طويل باخر الشغل. بس اخر غرزة بتفوتوها بالخيط وتصيروا بتفوتوا او بتدخلوا بكل غرزة الابرة بهالطريقة، واخر شي بتشدوا الخيط فبتنزم لحالها بشكل منتظم. نحن هلأ بدنا نزمها على قد خصر هاي البوبي.
احكف فيه لآخر السطر. من قيسة على قد خصر اللعبة بهالطريقة، مندورها على الخصر لنفرد هيك، يعني هذا اللي بدنا نزمه. او ممكن انتو هون اذا عندكم مطيط تبع المكنة هذا الرفيع، فانتو كمان ممكن تدخلوا مطيطة رفيعة بدال الخيط تبع الصوف، بصير كمان منيح بتمط وبترجع بتدخل باللعبة بكل سهولة. نحط الطرفين على بعض، منكمل الخياطة، ممكن كمان هي بنفس الطريقة تعملوا طاقية بتزموها من هون للآخير ما بتخلوه، وبتخيطوها كمان مشان ما يرجع يفك الزم، وممكن تصير طاقية. هلا أنا رح خيط هالمسافة، هي التنورة فيكن تعملوا القياس الكبير اللي انتو بتختاروه، شوفوا شو حلوة. مثل ما قلتلكن ممكن تعملوا منها كتير افكار. رح ادخل اللعبة، كتير حلوة على فساتين للبنات. هذا الشكل النهائي بيطلع للتنور او للجيبة. كمان ممكن نعمل هون مثل بلوزة صغيرة او بلوفر صغير، كمان بنكمل الشغل. بس انا هلا بدي اشرح لكم كنت بس عن غرزة الفرو هي او الشراشيب المميزة. ان شاء الله تكون عجبتكم الفكرة. لايك للفيديو، لايك لصفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، زوروا موقع المحترفة والخياطة، اشتركوا بالقناة على اليوتيوب حلويات طبخ أعمال يدوية، وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. وشكرا لكم للمتابعة، وإلى اللقاء.